أنا يوتيوبر عندي مليون مشترك وقاعد في البيت الفخم زي ما انتوا شايفين، وكل شوية اطلع بقى اقعد على الكمبيوتر شوية واشوف اعداد المشتركين، لان انا اصلا كمان قربت اوصل 2 مليون. خلاص بقى انا دلوقتي شخصية مشهورة، كل ما امشي في الشارع الاقي ناس كتير او تتصور معايا، وشخصية مهمة جدا. ياه والله الشهرة دي جامدة جدا. اسم القناة بتاعتي ايبي جيمينج، ومش مصدق بصراحة القناة قاعدة بتزيد والتفاعل فيها اسطوري جدا. ياه اخيرا بقى هبقى مشهور كده بقى، يا سلام. والناس بقى ايه كل شيء اصلا بتتصور معايا، وانا بصراحة مش عارف اعمل ايه، رسائل كتير جدا وكله في كل حتة الناس بتتصور معايا، انا بقيتش عارف انزل من البيت اصلا. بس بصراحة انا زهقت، لان انا كل شوية اصحى من النوم اقوم على طول قايم على الكمبيوتر، يعني زي ما انتم شايفين بصوا يعني انا نام من هنا، انا كده نايم واقوم بسرعة هوب واقوم على طول رايح على الكمبيوتر، اقعد كل شوية بقى منتج في فيديوهات واصور وكل شوية بسهر لحد اما عيني الصراحة وجعتني. بس مش عارف، بس صراحة حلو، بس حلو صراحة. انا بحب اليوتيوب وهفضل اعمل فيديوهات لحد ما اجيب 100 مليون مشترك. ياه بس انا متضايق من حاجة، لان درع المليون لحد دلوقتي لسه ما وصليش. انا هدخل دلوقتي اكلم شركة اليوتيوب واقول لهم انا عايز درع المليون. انا دلوقتي بعت رسالة لليوتيوب، عاش جدا الله، قالوا لي هيبعتوا لي الدرع بعد اسبوع. والله متحمس، ده الدرع بيبقى شكله اسطوري جدا. اخيرا وبعد اسبوع. ايه ده اليوتيوبر ايبي جيمينج بعت لي رساله. حاضر لما نشوفه. ده عايز درع المليون مشترك. حاضر يا ايبي جيمينج، الدرع ان شاء الله هيوصل لك بعد اسبوع بالظبط. تن تن. ايه ده، مش مصدق، اوعى يكون هم. والله بجد لو هم جايين يدوني درع اليوتيوب دلوقتي، وربنا ما مصدق ده جم بالظبط في نفس الميعاد اللي هم قالوا لي عليه. اما يا ترى هم مين؟ انا متحمس قوي. اهلا يا ايبي جيمينج، ده درع اليوتيوب، ده درع المليون مشترك. ايه ده بجد اتفضل. والله ايه ده، والله مش عارف اقول لكم ايه، انا فرحان جدا، شكرا جدا ليك. ونتمنى ليك التوفيق دايما في اليوتيوب وعقبال العشرة مليون مشترك. شكرا جدا ليك والله العظيم حبيبي، يا نهار ابيض فرحتوني والله. يا انتوا متخيلين انا دلوقتي معايا درع المليون مشترك. لا بقى ده احنا نعمل له هنا فوق بقى انبوكسنج ونشوفه بقى مع بعضينا. تعالوا كده نبص عليه. بص اخيرا افتح درع المليون، انا مش مصدق. اما نشوفه كده، واو والله اسطوري جدا، شكله جامد، يا نهار ابيض انا مش مصدق والله فعلا. انا عايز اعلقه، بس صراحة دي يعني ده تذكار جامد جدا، وشكرا بجد لليوتيوب. انا عمري ما انسى جميل اليوتيوب ده طبعا. تخيلوا كده لو اجيب 10 مليون هاخد درع ال 10 مليون ديم. والله بجد متحمس. لا بقى ان انا اروح اقعد على الكمبيوتر واقعد اعمل فيديوهات كتير، اقعد اعمل فيديوهات كتيره جدا كتيره جدا. يعني ده قالوا درع مليون وانا بقالي سنين وعندي 1000 مشترك، انا لازما انتقم منه. انا هعمل اي حاجه عشان انتقم منه. انا عندي فكره، انا هرن على زيزو ويجي هو يساعدني. هنرن عليه. الو. ايوه الو. ايه يا زيزو؟ ايه يا اسطى؟ انا عاوزك يا اسطى كده في حوار. 5 دقايق وهجيلك. قشط يا احمد، انا جيت لك اهو يا اسطى. عايزني في ايه؟ هنلعب بلاي ستيشن زي كل مره؟ بلاي ستيشن ايه يا عم؟ انا النهارده يا اسطى جبتك عشان العب من الجار اللي قدامي ده اللي اسمه ايبي. جارك ايبي جيمنج؟ يا اسطى جاب درع ايه فيه بقى؟ يا اسطى جاب درع مليون يا اسطى، وانا لسه عديت 4 سنين كمان ولسه عندي 1000 مشترك. يبقى بكرة انت هتبقى اعلى منه مشتركين وهيوصل لك الدرع ال 10 مليون. صبري على كل حاجة، انت بس عليك تعمل حاجتين بس. اول حاجة انك تحاول انك تسرق قناتي، تاني حاجة انك تزور المشتركين. فاهم يعني ايه تزور المشتركين؟ ايوه بالظبط زي ما انت بتفكر كده، هتسرق الفيديوهات بتاعته وتحطها على قناتك سهل، وممكن كده يجي لك مشتركي وتطلع فيديو تقول ان ايبي جيمينج ده مزي وانت الحقيقي. بقول لك ايه، احنا عاوزين نحاول نهكر القناه نخترقها. ما انا مش عندي برامج هاك للتهكير. طب ما تيجي نشوف اي حد ونديله فلوس. خلونا نشوف. انا بص، انا عندي واحد بيهكر القنوات 100 100، اكلمه وهنظبطه فلوس، هو هيهكر لنا القناه، والقناه دي بكره لو ما اتقفلتش او حصل لها حاجه يبقى احنا مش رجال.
بص يا اسطى، احنا اول حاجة نبدأ بيها ان احنا هنسرق الفيديوهات بتاعت قناته ونحطها على القناة بتاعتك عشان نكسب مشتركين، بعد الخطة دي كلها يعني بعديها بفترة قليلة جدا ناخد صورة قناته ونحطها علشان الخطة تظبط. طب حلو الكلام؟ تعال ناخد فلوسه برضو. تعال ناخد فلوس وماله، يا نهار ابيض ده عنده 392,000 في البنك. اه ده غير اللي احنا هتلاقيه غني، هتلاقيه غني الواد ده. طيب بص، انا هتصل دلوقتي بصاحب الهاكر، هو هيجي يظبط لنا كل حاجه. الو؟ ايوه. ايه يا اسطى انت في ايه؟ انا جاي اهو في الطريق. طيب يلا عشان عايزين نهكر الواد ده. جهز لي بس الجهاز وجهز لي كل حاجه عشان اعرفها. ما هتجهزين لك كل حاجه والنت سريع عشان تقدر تستخدم برامج الهاكر. يلا سلام. حاضر. ياه هتتأخر كتير، هيجي امتى ده؟ اه جه اهو، ازيك؟ قلنا جبنا في سيرتك. تعالى بقى، هاي دي برامج تمام. الهاكر، وهو ده الجهاز اللي انت هتهكر منه القناة. احنا عايزين نهكر القناة يعني اللي هو نقفلها علشان الواد دوت ما يجيبش فلوس. ده بص يا اسطى عنده كام في البنك؟ عنده 392,000 دولار. بس لحظة، اغنى واحد في المنطقة. انا عايز تحكم، ادوني تحكم، ادوني اللي هو تحكم. استبر استبر استبر، هنجيب وقتي بس كده. جالك. تعالى يا استاذ، احنا خلاص احنا مش عايزين نهكر قناته، عايزين نعمل حاجه تانية اللي هي ان احنا نقفل قناته. عارفين ازاي؟ يعني مثلا ان احنا، ايوه بالظبط كده، كوبي رايت، هناخد اي اغنيه ننزلها ونحطها على قناته عشان تتقفل. طيب وكمان هنسرق الفلوس اللي عنده في البنك اللي هي 392,000 دولار. طيب هنسرقه دلوقتي، هشوف اي حاجه امسكها اعرف القناه بتاعته عشان اعرف يعني ابلغ عنه وادي له عليها كوبي رايت. قشط. بس ده طالع عنده كذا كوبي رايت. نهار ابيض، ده احنا ده قناته هتتقفل حاله. سلام، انا فرحان قوي. يا اول صباح بدرع المليون، اول صباح بدرع المليون. والله العظيم انا مش مصدق، انا مش مصدق بجد. تخيلوا يا جدعان، انا تعبت قد ايه عشان اوصل لدرع المليون ده، ودلوقتي داخل على 2 مليون. ايه 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 الرساله اللي على الكمبيوتر دي؟ ايه هو ايه ده؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ 2 كوبي رايت؟ كوبي رايت على ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ما تقوليش ان القناة هتتقفل. لا انا تعبت فيها بقى، والله لا، عمرها ما حصلت معايا. ازاي القناة تتقفل؟ لا لا لا، طب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا هحط كل الفيديوهات بتاعتي، يعني يا نهار ابيض اعمل ايه دلوقتي؟ انا في وضع خطر جدا. خلاص انا هعمل حاجه كويسه جدا وحاجه قويه جدا. انا دلوقتي هكلم شركه اليوتيوب زي ما انا كلمتهم عشان يبعتوا لي درع مليون. هكلمهم واقول لهم اللي في حد دلوقتي حالا بيحاول يخترق قناتي. بسرعه 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 بسرعه، لازم حالا اكلم شركه اليوتيوب. الو 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 الو. ايوه يا فندم، شركه اليوتيوب معايا؟ ايوه ايوه. دلوقتي حضرتك، انا كلمتكم قبل كده وبعتوا لي درع اليوتيوب، صح؟ اللي هو درع مليون. دلوقتي بقى حصل حاجة غريبة في قناتي. انا صحيت من النوم وبفتح القناة هتفاجئ ان في حاجة كده غريبة حصلت فيها، وباين كده انها هتتهكر. موضوع غريب، ايه اللي حصل؟ انا مش عارف والله. ببص كده في جالي 2 كوبي سترايك على الفيديوهات بتاعتي، وخلاص يعني بقي كوبي سترايك واحد والقناة خلاص هتتقفل ومش عارف اوصل لها تاني. فانا قلت اكلمكم قبل ما القناة بتاعتي تتقفل. ازاي؟ احنا دايما بنراجع قناتك وبنلاقي ان مفيش اي حاجة. لا بجد والله انا خايف، يا ريت تساعدني، لان انا بصراحة يعني انا خايف بجد، حاسس ان القناة هتتقفل مش عارف ليه. حاضر حاضر، خليك معايا. لو حاجة حصلت ابقى رن على الدعم الفني. ماشي، شكرا ليك. ان شاء الله هنوصل لحل. شكرا جدا ليك. لو وصلنا لحاجة هنبقى نكلمك في اقرب وقت. تمام، بس انا كده اطمنت اخيرا. انا كلمت الدعم اليوتيوب، واكيد اليوتيوب يعني ايه بقى، خلاص بقى يعني اكيد انا كلمت، يعني اكيد انا كلمت اليوتيوب، اكيد يعني مفيش اي حاجه تحصل وقناتي هتبقى بخير واقعد براحتي بقى. ازاي اليوتيوبر المشهور اي بي جيمنج حصل له كده؟ اكيد حصل اختراق او حاجه زي كده. انا لازم ابلغ الشرطه، دي جريمه، وجريمه مش كبيره قوي، ولكن ده شخص مشهور وتابع على قناته، ولازم نساعده باي شكل من الاشكال، لان عشان تعبه ما يحصل، يعني عشان تعبه
ما يروحش، وان شاء الله المشكله دي هتتحل. ايه ده، في واحد في جحنا جالنا بلاغ من واحد اسمه ايه بيجامين كاراتو تكر. لا ده كده بقى في موضوع. ما انت عرفت بالموضوع الجديد ده ولا ايه؟ الموضوع بتاع ايه بيجامين. موضوع جديد؟ موضوع جديد ايه؟ ايه اللي حصل؟ في هاكرز في المدينه وهم هاكروا قناه، بيحاولوا يهكروا قناه ايه بيجامين. يحاولوا يهكروا قناه ايه بيجامينج؟ ازاي؟ بس ده يوتيوبر مشهور جدا وشخص طيب ومحبوب عند ملايين من الناس. الله اعلم بقى. بس ايه ده؟ يعني هو معمول له بلاغ؟ يعني في حد قدم بلاغ؟ حتى قدامك اهو في الكومنت. ايه ده فعلا؟ طب بسرعه حضرة الظابط، روح حالا واقبض عليهم، انت مستني ايه؟ هو المشكله احنا مش عارفين هم مين لسه. تمام، احنا لازم نعرف مين اللي قدم البلاغ ده. بص احنا هنطلع فرقه، او انا وانت بس، نروح مقر اليوتيوب ونسأل. صح، وانا جاي معاك. نطلع كده معلومة. يلا بينا. يلا بينا. يلا نطلع نشوف. ايه ده؟ ايوه. إيه اهلا ده؟ بيك. السلام عليكم. مقر اليوتيوب. ايوه، احنا جالنا بلاغ من عندكم ان ايه واحد اسمه ايبي جيمنج كراته تكر. هل الكلام ده صحيح؟ نعم، جالنا اتصال من اليوتيوبر ان جاله 2 كوبي رايت بدون سبب. ده يعني ممكن ناخد معلومات. اكتب معلومات تحت. نعم. الظابط اكتب دلوقتي. مش انتوا كشركه يعني عندكم لوج يعني للموضوع؟ احنا بنحاول نشوف مين اللي عمل كده، وبنحاول نشوف مين اللي كان يعني عمال يركز في الموضوع ده بأي شكل من الأشكال. طب بعد إذنك، ممكن اللوج اللي عندكم؟ طبعاً. إيه، عرفتوا حضرة الظابط ولا إيه؟ أوه، عرفت مكانه. بجد؟ عرفت اللوكيشن؟ تمام، يلا بينا، يلا حضرة الظابط. هو ده بيت. إيه ده، هو ده فعلاً؟ هو ده بيت. طب يلا بسرعة نطب عليه، يلا بينا. واو. أوب. فلوس كتير. سامعوا حضرة الظابط؟ ده في الأوضة اللي على الجنب هنا اهي، اللي على اليمين. يلا آخر كوب، بس كوبي رايت واحد وياخد. طلع مسدس حضرة الظابط. القناة تتقفل. يلا. أقف عندك يا زيزو. حضرة الظابط. أيوه حضرة الظابط. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنا مش بعمل حاجة. قفشناك متلبس. انا مش بعمل حاجه، صدقوني. قفشناك متلبس. خلاص تمام. ورايا يا زيزو، قدامي تحت العربيه. انا ما عملتش حاجه. موديك على القسم. انا ما عملتش حاجه. انزل. ما عملتش حاجه. انزل. ايه ده؟ يلا قدامي. قدامي اركب العربيه. اهرب. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى. اوه اديله.